كنت أشك في وجود الخالق، وكان هذا الشك حقيقة يبرحني كثير، يعني يؤذيني. وكنت أظن أنه ليس على وجه الأرض رجل مؤمن. الله أكبر، نعم إلى هذه الدرجة. نعم كلهم، كل الناس ملحدون، لكن بعضهم يبرقع إيمانه، يبرقع إلحاده بهذا، وقسم يظهر إلحاده. وكنت يعني أظن أنه لا يمكن لأحد أن يقنعني بوجود الخالق. سبحان الله، ما كنت أبدا. أصلا هكذا كنت أظن يعني. كانت هذه المرحلة ثقيلة علي جدا، كان هم يعني يقلقني. حاولت أن أنتهي إلى أمر، في أي طريق سأسلك؟ في طريق انتهاب اللذة والعمر قصير، أو في طريق آخر؟ هذا الهم حقيقة كان هم شديد يثقل علي في الليل والنهار، حتى كان يعني في النوم يثقل علي. في النوم لا أستطيع النوم أحيانا. نعم، يؤرقك. نعم كنت أذهب من بيتي إلى السوق، إلى دكان والدي في السوق، وأنا لا يعني لا أكاد أعلم بمن يمر بي، حتى يمسك بي أحد أصدقائي يسلم علي فلا أجيبه، لأن لم أسمع، حتى يمسكني ويقول لي أين أنت يا فلان. الله نعم يهزك، هكذا أنت كنت أمسك. مستغرق في تفكير عميق. نعم جميل. أين أنت يا فلان، يسلم علي فما صح. أجيبه، لا لأن تدري به. لا أدري به. فكان هكذا يمسكني لي، أين أنت؟ فأستيقظ وأنا أمشي. الله أكبر، من الفكر. من الفكر. نعم جيد. قررت حقيقة أنه لابد أن أنتهي إلى مسألة، لابد أنتهي أحسمها، إما في هذا الطريق أو ذاك. فبدأت أقرأ الكتب لأصل إلى يعني حد. فلا أكتمك، أنا كنت أقرأ الكتب الضخمة لكن لا أنتفع منها بكلمة. لماذا يا لا دكتور؟ أقتنع. لا تقتنع بما فيه؟ هنالك أمر يقف في الوسط حائل، أقرأ الأدلة ثم هنالك أحس كأن هنالك قفزة ليست متصلة ولا متسلسلة. تخضع لمسألة إيمان غيبي يعني. يعني لا تخضع لمنطق العقل العقل من وجهة نظر حضرتك آنذاك. هكذا في يعني في حين. نعم. بقيت مدة طويلة وأنا أقرأ الكتب، أقرأ ما يقع في يدي، تبحث عن ماذا في قراءتك للكتب دكتور خالد؟ عن الدليل المقنع لوجود الخالق. سبحان الله. نعم بقيت مدة طويلة، لكن الله لما سبحانه لما رأى صدق توجهي في هذه المسألة أعانني حقيقة. أنا يطلب أن أقف عند كلمة صدق توجهي، يعني كنت حضرتك آنذاك تبغي التعرف لله سبحانه وتعالى وعلى الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. نعم فلما رأى الله أعلم يعني صدق النية. جدي في البحث نعم. هكذا والقراءة المتصلة لأصل، أعانني ربنا سبحانه وتعالى نعم على ذلك. فأذكر بعد الدليل الذي يعني قطع علي الشكوك حقيقة في حينها، وانتهى الأمر إلى من الشك إلى اليقين، إلى الإيمان بالله، إلى اليقين. هذا كان كنت أسمي يوم الإيمان، يوم الإيمان. كل شيء كان كل شيء تغير حقيقة في نظرتي. كل شيء، كل هم يعني بدأت أنظر إلى الوجود نظرة ثانية، أنظر إلى الوجوه فأراها غير الوجوه التي كنت أراها في الأمس. أرى الأشجار بغير النظرة الذي كنت أنظر في الأمس، أنظر إلى الشمس والقمر بغير النظر الذي كنت
فيما بعد أرى الله في كل شيء وما كنت أراه في شيء. سبحان الله. هكذا يعني. أول دليل دكتور فاضل يعني صادف حضرتك أو بحثت عنه ووجدته كان ماذا؟ حقيقة أذكر أول دليل في يعني أول دليل حقيقة كنت أقرأ في غرائب المخلوقات، كنت أقرأ فقرأت وجدت أن هنالك نوع من البعوض إذا أراد أن يتكاثر لما يصير موسم التكاثر ويبيض في الأنهار والبرك عادة يضغط على جسمه في فتحات في جسمه يضغط يطلع سائل يجف بالهواء، شلون خيط العنكبوت خيط الحرير يجف ويصنع منه قوارب زوارق صغيرة. هذا البعوض الكبير، البعوض الأمهات نعم تصنع زوارق صغيرة تضع فيها البيوض في الأنهار. سبحان الله. تضع نعم زوارق ثم تموت الأم. طيب تموت ثم تخرج اليرقات وتفقس وتكبر. اليرقات عندما تتكاثر تفعل نفس الفعل، تكبر تكون بعوضا ثم لما موسم التكاثر تضغط على جسمها وتصنع قوارب وتضع البيض فيها وتموت. نعم. أنا حقيقة صحيح يعني السؤال من الذي وضع هذه المادة التي صالحة لصنع القارب في جسمها التي تجف، من علمها صنع القوارب ومن علمها أن تفعل فعل الأمهات وهي لم تر أمها؟ الله جميل. فعلا لم تر أمها، لم تر أمها، أمها ماتت، ولو رأتها لقلنا تعلمت منها، تعلمت منها. من جميل. علمها الله ها. وكان ينقطع هذا النسل لولا هذه كان ينقطع. فحقيقة هذا يعني جعل في نفسي هزة كبيرة. من علمها أن تفعل فعل الأمهات وهي لم تر أمها؟ يعني وبالتالي سيدي الدكتور فاضل ما لفت نظر حضرتك أن ذاك مثلا الآدميين وطباعهم لأنهم يتعلمون أو يكتسبون لا تجاربهم في الحياة من بعضهم البعض، الحيوانات كذلك أيضا. بعدين حقا شبيهة بحادثها فيما بعد اللطيفة أذكرها يعني شبيهة بهذا الأمر. كان عندي صديق يمكن يجوز هو يستمع الآن لا أعلم، عنده مفرخة مال البيض يضع بها الدجاج، فوضع فيها 30 بيضة دجاج وبيضة واحدة عنده كانت مال طير مائي هكذا حتى يكمل العدد فوضعها مع الدجاج مع بيض الدجاج. فقال لي انا يعني الموعد اعرفه متى تفقس هذا، فاقول انا جيت اراقب البيض متى يفقس. نعم. يقول فخرجت البيوض يعني افراخ الدجاج 30 دجاجه من الماكنه ثم خرج معها الطائر هذا الطائر المائي. يقول ذهبت جميع الفراخ الدجاج الى الحقل تبحث. تمام. وذهب هذا الطير وحده الى الساقيه. سبحان ساقيه الله. الماء يسبح فيها ويغطس وحده. هو طائر مائي. هو طائر مائي. الله اكبر. وحده. وهو يعني فقست بيضته مع الدجاج. مع الدجاج. اذا ما راى امه. ما راى امه. زين لماذا لم يذهب مع هذه؟ وما علمه. الله. يعني قريبه من تلك. بعدين عرفت ان النحل يعني يفعل خلايا مسدسه منتظم يسويها حتى لو اخذت بيضه منه وخليتها في مكان اخر لم يشاهدها تفقس البيضه وتصنع خلايا مسدس منتظم تضع فيها العسل. حتى لو لم تشاهد امها تصنع. يعني حقيقه هذا اثار انتباهي.